هلا هيك صار عندنا مكان نعوض كلش بالمعادله النهائيه سي 1 عندي هون 750 في 5.173 تايمز 10 تو دي 6 باسكال ماينس عندي بي 2 مش معروفه وراح اضربها في الاريا تبع في الانيلس اللي هي 4.0536 4.0536 تايمز 10 تو دي ماينس 3 هاي هي الاريا وبعدين راح اطرح كمان من الفريكشنال فورس الفريكشنال فورس كانت 101 نيوتن يعني اقول ايش انا حاطط اريا ومش حاطط بي حاطط بي 1 ومش حاطط الاريا والاريا لازم تكون 4.56 تايمز 10 تو ذا ماينس 3 شيء حتى تصير نيوتن وصار عندي نيوتنز هاي اللي هي تدفش السلندر البستون هاي الكوشنينج ديفايس بتقاوم والريفريكشن بتقاوم وراح ينتج عنه تباطؤ مقداره 1.66 مضروب في الماس اللي هي 680.4 هاي المعادله بتطلع معي بي 2 فبي 2 بتطلع انا طبعا راح اضرب كل شيء في ماينس ولانه بتطلع مفروض معي بي 2 5.9 ميجا باسكال 5.9 10 to the minus 6 شو بتطلع هون 5.9 وهون 5.2 فبي 2 طلعت معنا اعلى من بي 1 المشكله هاي شو رح تأدي؟ رح تأدي انه السيستم يصير يفصل صارت البريشر ريليف اعلى من هاي ف 5.9 تايمز 10 to the 6 اذا حولتوها بتطلع 855.4 بي اس اي اللي هي اكبر من 750 بي اس اي اذا لازم رح يضل السيستم يفصل رح يصير يشتغل كل ما يوصل بالاخر ستروك تبعه ويبدا الكوشنينج ستروك رح تسمع صوت البريشر ريليف بار فتحت والسيستم بطا او صار في مشكله يعني عماله بيحمي السيستم حتى يحمي السيستم من البريشر العالي هاي البريشر ريليف بار رح تتاثر ب 855 وتفتح ورح تسرب ما رح يكون حتى يشتغل السيستم بشكل صحيح احنا بدنا نحمي السيستم نحمي السيستم بس ما بدنا السيستم كمان يضل كل ما ضرب ستروك ورجع يفصل فبدنا نحط البريشر ريليف بار تكون انها البريشر الصحيحه فالبريشر ريليف بار تكون اعلى من 850 اذا وي نيد تو ريكاليبريت او ري ادجست او ريديزاين البريشر ريليف بار اكثر من 860 اوكي واضح انه اذا هذه الحسابات عملناها اذا رح يرتفع البريشر بالسيستم ضغط الزيت رح يرتفع رح يوصل 860 خلال فتره الكوشنينج هاي واحنا بدنا فتره الكوشنينج هاي عشان احمي السلندر انه يضرب في النهايه بس كمان لازم انتبه انه البريشر ريليفر ما تضلش تفتح بس فيها.